أه الجزء الأخير يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزم اليهود وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وزلزل الأرض تحت أقدامهم ونكس أعلامهم واذهب ريحهم اللهم اربط على قلوب المجاهدين بغزة وسدد رميهم وثبت أقدامهم وقو إيمانهم واقذف الرعب والخوف في قلوب اليهود المغتصبين واجعل غزة وفلسطين مقبرة لليهود ومن والاهم ويقاتل معهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وفرق كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديدا وأغثنا بقدرتك إذا قل المعين بك نستغيث لأهلنا في غزة ونستغيث بك للأطفال والأيتام وللنساء والأرامل وكبار السن والمساجد والدواب والأشجار فيها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين طيب. شو الجزء أنت اللي خايف منه تحديداً أو اللي خ... مش خايف منه مش خايف. آسف منك يعني اللي... اللي تم استغلاله أعتقد طيب. الميديا في... <applause> يعني حضرتك انت في دعوة في دعوة في دعوة يعني هون أي... بقول مجري السحاب وهذا اهزم اليهود وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين طيب أي... لما بتيجي النمسا بتقلك لا تستقطع بتقلك. ما حول حضرتك إيه؟ لا تستقطع الجملة من سياقها طيب هو كما يعني كما مم. يقول القائل لا تقرب الصلاة يعني الذين عملوا لا تقرب نعم. الصلاة نعم. وهذا نعم. ليس حقيقةً وانما لابد ان تكمل الايه على عشان يعني ناخذ الايه كلها مع بعضها فانت هون يعني انت هنا الحديث كله منصب من على اليهود نعم الذين يقاتلون الاطفال والنساء داخل غزه نعم هو المنشور صريحا نعم, نعم نعم لماذا يعني, يعني يعني انت قص انت قصدت من يقاتل المقاتلين طبعاً منهم تحديدا طبعا هو اصلا الكلام نعم هو الكلام نعم ما يعني لا يحتاج الى تفسير طب في مشكله في مشكله يعني احنا كلنا بنعرفها وندركها موجوده باوروبا هون بقول لك اول كلمه انا بحكي كلها بلسان الحاله النمساويه أي نعم. مش احمد مراد ولا النمسا ولا اي شيء انا بحكيك بقول لك هون حماس تنظيم حماس الارهابي قام بهجوم على اسرائيل وقتل ما يصل الى 1200 مدني وبالتالي قامت اسرائيل ونحن وقامت ذلك إسرائيل في اسرائيل وقامت اسرائيل بالرد وكذا فبالتالي ينظر تنظر تنظر النمسا النمسا ماذا نقول شيء اخر النمسا الى ان الى ان ما قامت به حماس هو عمل ارهابي وقامت بقتل مدنيين فيه وبالتالي قامت اسرائيل بهذا الرد انا هو السؤال السؤال يعني انت الشيء اللي ذكرته الا تشعر انك يعني ويفهم بكل سهوله انك انت فعليا هاجمت كل يهود الارض بهذا المنشور لا, لا طبعا هقول لك شيء تفضل لما حدث ما حدث في يوم 7 اكتوبر عشان كده احنا بنقول 7 اكتوبر لان 7 اكتوبر هو نعم. دخول يعني نعم. نعم. حماس وجندها الى الى اسرائيل كنا اول الذين ادانوا هذا، كنا ان أنت, اللي... أنت شيخ محمد طبعًا. السحماوي أنت أدنت هجوم حماس طبعًا. على اسرائيل، أدنت... على لماذا أدنت الهجوم؟ أدنت لأن الحق لا يؤخذ هكذا. الحق لا يؤخذ ب... بقتل الأبرياء نعم ولا بخطف النساء ولا بمثل هذه الأمور. الحق حرفة وحكمة ولا بد أن يؤخذ ب يعني في الإطار العام. م -م. قضية فلسطين مش قضية غزة، لا, ن... لا ن... يعني نجزئ الأمور. م -م. قضية فلسطين قضية عامة تخص العالم جميعا من باب العام <applause> ومن باب الخاص تخص جميع المسلمين ما كيف أدنت كيف أدنت هجوم بينه وبين نفسه في ايه؟ نعم بينه وبين يعني نفسي. انت انت نشرت شيء على على صفحتك على الفيسبوك لا لا عم لا. تنشر هذا بقصد هذا المنشور انت نشرته انك عم تدعو انه الله ينصر المجاهدين المجاهدين بين فلسطين عفوا منك اللي هم فعليا مدانين بالهجوم على اسرائيل واللي انت ادنتهم تمام فانت عم تدعي لهم عم من جهه وعم ادنتهم لا لا من جهه اخرى لا, لا ما احنا لو فهمنا الجهاد في اطاره الاسلامي لارتحنا وارحنا ما هو الجهاد في الجهاد إطاره في الجهاد يعني تقريبا يعني على اكثر من خمسه انواع الجهاد في الاسلام على أكثر من خمسة أنواع منها جهاد الطلب جهاد المدافعة جهاد الكلمة جهاد النفس جهاد, جهاد المال آخر شيء هو إيه هو الجهاد بالسلاح وغيره ده آخر شيء هو ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجادل الكفار بالأدلة المقنعة قال له إيه وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا يعني هل هاخذ القران لمؤاخذة يعني آخذ المصحف وأقعد أضرب به واحد ولا هو المراد هنا بالجهات هنا مهي مهي هي المجادلة نعم إن أنا يعني أجادلك الحجة مهي. بالحجة فكلمة المجاهد هنا هو الذي يجاهد نفسه وماله لكي ينجو يعني أنا دلوقتي يعني يعني حولي أشياء كثيرة مفترسة مهي مهي. فأجاهد بقدر المستطاع أن أنجو سالما هل الأطفال هؤلاء والنساء هؤلاء عندما يصفيهم الله سبحانه وتعالى وينجون من هذا العذاب اليس ذلك جهادا ان يجاهدوا به من انفسهم ومن انفسهم ان يخرجوا سالمين ولكن احنا اختصرنا او هم اختصروا كلمه الجهاد كلها هي ما بين حماس وما بين اسرائيل ابدا انت تتحدث عن ما تفعل؟ عن الشعب عن المواطن طبعاً الموجود هناك افعل في حماس ما تفعل؟, تفعل ما تريد ان تفعله انا مالو أنت ما الحماس انت مالك معنى بحماس لا اعوذ بالله تمام ما لي دعوه بحماس انا لي دعوه بالاطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء والارامل والثكالة والامهات أو لا ما ذنبهم؟ يعني أنا آسف شيخ محمد أنا ما بدي آخذ البرنامج ب... ب... بمنحى سياسي، لا لا, لا أنا ما بهمنا أنا بهمنا... إحنا بهمنا نحكي عن وضع، يعني هل هل ترى أن حماس يعني شاركت يعني أنا مش هذا موضوعنا بس أنت باعتبار عم تقول أدنتو شاركت بالمقتلة التي تقوم بها إسرائيل في غزة طبعا كان السبب بالتأكيد. في هذا نعم طبعا يعني سبحان الله أنت أمامك أسد وهذا الأسد يعني مستكن وليس معك إلا عصاه أتنجو بنفسك أم تنكش الأسد؟ هم نكشوا الأسد. هل هل حماس وغزة والضفة هل عندهم طاقة بجهاد؟ إسرائيل لا تجاهد احنا, ما احنا كلنا عارفين يعني ما حاجة الدنيا كلها كل معاها الدنيا كل الدنيا كلها معاهم بما فيها النمسا بما فيها النمسا أول دولة هي وألمانيا وأمريكا وغيره وغيره وغير وغير. أنت لا تجاهد إسرائيل لا وحدها لا أنت لا عندما تجاهد إسرائيل وحدها حتنتصر بمنتهى السهولة لو عندك اطفال في الشوارع يعني حينتصرون عليهم صحيح طيب لكن الحجار اطفال الحجارة تت... يشهدون على ذلك انت تجاهد العالم كله اطفال الحجارة يشهدون على ذلك انت تجاهد نعم. العالم كله فانا عندما انكش هذا هذا من باب يعني الالقاء بالتهلو، طيب. القاء النفس والتهلو حلو كثير جميل جدا هل هذا الكلام حاولت ان تفهمه للمخابرات النمساوية وللسيد أميد فورال رئيس الهيئة الاسلامية؟ لا طبعا ما كانش الجلسه كانت جلسه لا لا بقصد بقصد حاولت تفهم وجهه نظرك انك انت ادنت ما قامت به حماس ولكن طبعا انت طبعا عندك مشكله مع قتل الاطفال والنساء والشيوخ في غزه طبعا ما هذا هو, هو هل حاولت في تفهم في مكان اقول لا جلسة. حاولت تفهم هذا الكلام للسيد اميت فراد العاصم بن ربما يكون فهم ذلك مني او هل استطاع ان يفهم؟ نعم هل فهم ذلك؟ ام فهم انك انت فهم. تهاجم اليهود لا لا لا, لا هو يجب فهم. يجب قمعك هو يفهم تماما ويفهم النص تماما فاهم النص طبعا الراجل هو راجل مسلم وراجل متدين طب و رجل المخابرات النمساويه قلت لها هذا الكلام مثلا طبعاً يعني طبعا المخابرات لا في التحقيقات في التحقيقات عفوا أيوه بقصد في التحقيقات قلت لهم انا 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 لست مع حماس ولكن انا ضد قتل الاطفال طبعا طبعا وضرب و... 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 المشافي واللي شاهدناه طبعا طبعا جاهدنا. طبعا والمدارس والارنو وال... طبعا انا احنا ضد اي حتى يعني الناس الذين قتلوا من اليهود جميل. في البدايه